بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. ليلة 21 رمضان ليلة لها شأن كبير عند الشافعية، هي ليلة القدر قولا واحدا عندهم، 21 وأحيانا تبقى 23، فهي ليلة وهي أول العشر الأواخر. وربك من كرمه ساعات يجعل إيه؟ يجعل البداية هي إيه؟ هي الأصل، وهي إيه اللي عليها المعول كله. فإن شاء الله احنا نعتبر كل الليالي القادمة ليالي قدر حتى ينتهي رمضان إن شاء الله، لأن ربنا أخفاها، لأنه ربنا يريدنا متوجهين إليه في كل ليلة عشان يكرمنا. لكن هو لو ربنا مش عايز يكرمنا كان قالها لنا يوم كذا عشان إيه، ننام طول رمضان ونيجي اليوم ده ونعمل، لكن لا، ربنا أخفاها عشان يحب النجيه، عشان يحب يكرمنا ويدينا. يعني هو أخفاها لمصلحتنا. ليه بقى؟ علشان تهتم بكل الليالي فتاخد ثواب كل الليالي وتاخد معها ليلة القدر. الناس يقول لك ليلة القدر دي يعني خير من 84 سنة تساوي 84، لا، ده هي خير من 1000 شهر، يعني خير من 84 سنة. احنا أعمار أمة النبي قليلة بالنسبة للأمم السابقة، يعني الواحد فينا بيعيش له يوم ما بيعيش له 60، كل ما بعد 60 نافلة من عند الله كده مدي لك زيادة، لكن أغلب عمر النبي 63 زي ما النبي كده. اللي عدى 63 يبقى إيه؟ يعني في الوقت الضايع. لكن عمر الأمم السابقة يعيشوا 400 سنة و 500 سنة و 600 سنة في عبادات. فلما ربنا أراد أن يكرم هذه الأمة فادها في العمر القصير ما يعطي للأمم السابقة في العمر الكثير، ليبارك في أعمارها بركة لنبيه. فربنا يكرمنا ويجعلنا من إيه؟ من أهل هذه الليالي المباركة. وإذا كان في ليلة خير من 1000 شهر يبقى في برضو إنسان خير من 1000 رجل، ويبقى في برضو عبادة خير من 1000 عبادة، وفي مكان خير من 1000 مكان، وفي زمان خير من 1000 زمان، وفي مخلوق خير من كل مخلوق وموجود في كل زمان وفي كل مكان، وهو الرحمة للعالمين لا يخلو منه زمان ولا مكان، صلى الله عليه وآله وسلم. يا رب نتوجه إليك بحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وبرحمتك لعبادك يا أرحم الراحمين، متوجهين به إليك لأنه حبيبك وأنت حبيبه وهو يحبنا ونحن نحبه. نتوسل إليك بحبنا له وبحبه لنا وبحبك لحبيبك ومن أحب يا رب العالمين، أن تجعل لنا في هذه الليلة وفي كل ليلة تمر علينا خير ما تعطي السائلين يا رب العالمين، لأننا فقراء والصدقات للفقراء، ومساكين والصدقات للمساكين، ونحن أبناء سبيل في طريقنا إليك يا رب العالمين، فنحن نستحق الصدقة منك يا أرحم الراحمين. ما خلقتنا إلا لتتصدق علينا، ما خلقتنا إلا لتكرمنا وتعطينا، فها نحن وجدنا دون أن نسألك، فما بالنا بعد أن نسألك؟ فأنت أكرم من أن تعطي إلا إذا سئلت، بل أنت تعطي بغير سؤال. فسؤالنا منك إلينا برز إليك يا رب العالمين، فأعطنا ما منك إلينا ولا تنظر ما منا إليك بنظر العقوبة ولكن بنظر الرحمة والعفو يا رب العالمين. نحن والدينا وذريتنا وأحبابنا والمسلمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها ومعاليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام الحافظ المحدث الورع
أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء المصنفات وشراحها في الدارين، آمين. الحديث الخامس بعد المئتين، حديث الخوف من الوقوع في الزنا، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاه الله عنا خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني. هعمل لك إذا كنت أنت ما عندكش أسباب الزواج يا أبو هريرة، فقير ونايم في المسجد وأنا اللي بأكلك وكل يوم جعان، فهعمل لك إيه يعني؟ سكت النبي، يعني انظر لحالك يا أبو هريرة جاي تعمل إيه بس؟ مو كان لو واحد قال له قال له صوم، أبو هريرة صايم كل يوم كان يقول له غض طرفك، ما هو ما بيخرجش من المسجد ما بيشوفش حاجة أصلا، فهمت؟ فما عندوش حل يعني، عشان كده النبي سكت، هو بيعمل كل حاجة هيعمل إيه؟ فسكت، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك، ألح تاني، فسكت عني. ثم قلت مثل ذلك ثالث مرة بقى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، جف القلم بما أنت لاقٍ، فاختصي على ذلك أو ذر، يعني اصبر بقى، أعمل لك إيه؟ قدرك كده يا أبو هريرة، اصبر على قدرك، فهمت؟ لكن ما قالوش الصوم ولا غض طرفك لأنه متلبس بهما، فهمت؟ هو متلبس بهما أصلا، ده كان بيغموا عليه من قلة الأكل، في أكتر من كده، وبرغم من كده برضو علشان هو شاب يعني نفسه تطوق بطبيعة الشباب، طالما أنت بتعمل إيه اللي عليك من غض البصر ومن الصيام وشاغل وقتك بالعبادة، وبالرغم من كده إيه الغريزة بتلح عليك، ليس أمامك إلا إنك أنت تصبر وخلاص لحد ما ربنا إيه يفرجها ويرزقك إيه القدرة على النكاح. ظاهر الحديث يدل على نفوذ الذي جف به القلم، ليه النبي قال له جف القلم بما أنت لاقين؟ يعني ده قدرك كده يا أبو هريرة، ارضى بقى بقدرك، خلقك فقير ما عندكش بيت ما عندكش قدرة على النفقة، في اللحظة دي هنعمل فيك ايه؟ هغير قدرك؟ يبقى اصبر بقى، فهمت؟ ظاهر الحديث يدل على نفوذ الذي جف به القلم، ولا ينفع معه حيلة من الحيل، والكلام عليه من وجوه، منها أن من السنة شكوى الشخص ما به وما يتوقعه من الأذى لمن يرجو بركته، يؤخذ ذلك من شكوى أبي هريرة ما يخاف على نفسه من العنت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أن المسترعي عليه ما يشكو ما به إلى المسترعى، على المسترعى أحسن، المسترعى عليه ما يشكو ما به إلى راعيه، وفيه دليل على أن النكاح لا يتعين إلا عند القدرة على الصداق، يؤخذ ذلك من قولي ولا أجد ما أتزوج به، وفيه دليل، ما هو النبي كان ممكن يديله المهر ويجيب له شقة، طب والنفقة بتاعت كل يوم كمان هيعمل له إيه؟ فاهم؟ لأن الزواج مش مسألة مهر بس وصداق بس، لا، ده أول ما بتتجوز تفضل تنفق لحد ما تموت إن شاء الله، مش هتبطل نفقة، فهمت ازاي؟ ليه؟ لانها حياة متجددة بقى، وكل يوم تطور، وشوية حملت وشوية عايزة تروح للدكتور وشوية متابعة حمل، وبعدين عملية ولادة، وبعد الولادة السبوع، وبعد السبوع العقيقة، وبعد العقيقة الواد عينه قال لي للدكتور، وبعدين نجيب بامبرز ونجيب مش عارف ايه، وبعدين الواد كبر ما شاء الله الهدوم دقت عليه نجيب له هدوم العيد ولعبة العيد، ومش مصاريف ورا مصاريف لا تنتهي، وبعدين بعد كده هيدخل المدرسة وفي كي جي 1 وكي جي 2 حلاني بقى، والباص بتاع العربية بتاع المدرسة، ولا هنوديه في تاكس، ولا هنوديه ماشي، ولا ولو ماشي هجيب له جزم قد ايه ده، علشان الواد هيفضل ايه يخبط بالطوب ايه بالجزمة بتاعته،
احنا كنا احنا صغيرين كان ابونا يجيب لنا الجزمه دي من عند باتا تقعد طول السنه يا اخي مش عايز درجه نضطر ايه اخر السنه نضرب بيها الطوب كده عشان تدوب بقى عشان يجيب لنا جزمه غير زهقنا منها سبحان الله ما كانتش تدوب برضو حاجه سبحان الله انما الجزمه دلوقتي بتدوب قبل ما تلبسها يعني مصاريف ولا مصاريف لا تنتهي دخل المدرسه وبعدين الجامعه برضو عايز يتصرف عليه وبعد الجامعه عايز يتجوز وبعد ما يتجوز الفلوس مش مكفية برضو تساعده لا يعني ده لو جبت واحد بس بقى لو جبت خمسة واخد بالك ولو وفي ناس كمان ايه بيتجوز اتنين واحيانا تلاتة وكل واحدة جايبة لها يعني شغلان الله يكون في عون اللي بيتجوزوا دول واخد بالك فالزواج مش مسألة ايه صداق مهر وخلاص لا ولا شقة وخلاص ممكن يبقى عندك المهر وعندك الشقة بس ما عندكش الدخل الايه الدائم اللي بيتصرف كل يوم يبقى برضو ما تتجوز وإلا هتعيش بالديون ما ينفعش يعني أنا بيجي لي ساعات شباب يشتكي لي أنا مش لاقي شغل وما عنديش شقة وما عنديش وظيفة وعايز أتجوز أو أعمل إيه بعمل زي النبي كده ما بردش عليه هقول له إيه يعني هقول له إيه يعني طب افرض إن أنا مثلا إيه ربنا كرمني وديتك المهر طب ومين هيصرف عليك كل يوم فما ينفعش تقول كده صح لازم الواحد يعرف امتى يقول وامتى يفكر يتجوز وبعدين ده كل حاجه بقدر ممكن واحد ايه ربنا ييسر له اموره يتجوز بدري في واحد تاني ربنا ييسر له اموره يتجوز متاخر شويه ما يجراش حاجه بس كل واحد يصبر على قدره وما يعصاش ربه ما يعصاش ربه اهم حاجه لان الناس يقول لك من استطاع منكم الباءه الفقهاء يكتبوا له كده يقول لك ايه يعني ايه الصداق والسكن لا ابدا ده الصداق والسكن ده اسهل حاجه لكن أصعب حاجة النفقة اليومية طول العمر بقى هي دي اللي أصعب حاجة ومش كده وبس وكمان القدرة النفسية على إنك يبقى عندك إيه قدرة على العطاء وعلى كمان الرعاية الوجدانية والعاطفية مش مسألة إنك تجيب عياله بعدين بعد كده إيه ما يبقاش عندك قدرة حتى عاطفية تاخدهم في حضنك وتراعيهم وتحبهم ويحبوك لا تقوم تعاملهم معاملة وحشة وتهجرهم وتبقى عارف انهم محتاجين وانت معاك فلوس قد كده على قلبك وما تسألش عليهم ابدا ما ينفعش يبقى انت اصلا غير صالح لان تكون ابا ولا زوجا يبقى القدرة على الايه الباءة اللي عرفها الفقهاء بتعريف القدرة على النكاح يعني القدرة على الجماع ده تعريف حيواني مش انساني الانسان لازم يكون عنده قدرة وجدانية يراعي المرأة ويتحملها ويراعي اولاده ويتحملهم مع كمان النفقة يبقى عنده قدرة جسمانية وقدرة نفسية لأن في ناس بيبقى عنده قدرة جسمانية لكن ما عندهش قدرة نفسية أناني ما يحبش ينفق وبعدين يتجوز وهو بخيل يقوم يتعس عياله ويتعس مراته وتنتهي الحكاية بطلاق والعيال يضيعوا مش ده اللي بيحصل يبقى ما ينفعش يبقى لازم تكون أنت مجرب نفسك أنت عندك نوع من إيه من حب المواساة وحب نفقة المال على الآخرين ولا عندك الحرص على المال لو حريص على المال ما تتجوز لان الزواج ايه هيحتاج انك انت ما تشيلش حاجة في جيبك باستمرار حاطط يدك في جيبك وتطلع باستمرار كل الناس اللي حواليك بيقولوا لك هات وما يقولكش خد ابدا ممكن يقول لك خد بس خد ايه خد التلفزيون صلحه واخد بالك لكن ما يقولكش خد ابدا فلازم تاخد بالك ان ايه ان ساعات تعريف الفقهاء يكون اقل من الايه الممارسه الحقيقيه للزواج فمن استطاع منكم الباء هي القدره على الجماع والقدره على الرعايه النفسيه والقدره على النفقه الدائمه باستمرار ادي الباء اللي ما عندوش دي ما يتجوز واخد بالك ليه بقى لان هيبقى الزواج سبب لانه يدخل النار هيظلم اللي معاه فانت خليك كده لوحدك بتقابل ربك مش ظالم حد وخلاص احسن عشان كده النبي سكت انت حيلتك ايه يا ابو هريره هتعمل هتروح تعمل ايه فهمت فسكت سابه فانت لازم تبقى عارف ان امتى القدر غالب عليك تستسلم بقى للقدر وتجتهد في حياتك لما ربك سبحانه وتعالى يعديك ايه القدره لكن اوعى تعصى ربك فهمت يبقى في دليل على ان النكاح لا يتعين الا عند القدره على الصداق الكلمه دي ناقصه مش الصداق بس الصداق وإيه والقدرة على الجماع كمان
القدرة البدنية والقدرة النفسية على رعاية الزوجة وتحمل غلساتها كل يوم. ما انت مش هتتجوز يعني حورة عين، يعني هتتجوز واحدة برضو عندها شوية نكد وشوية فرح وشوية ايه غلاسة وشوية مش... يبقى لازم عندك قدرة انك تتحملها، لانك وإلا ما تحملتهاش هتطلقها، هتتجوز غيرها تلاقي زي التانية برضو، بس دي كانت عيوب في غيرها تانية، عيوب في كده تانية، لكن ما حدش كامل وانت برضو مش كامل، فزي ما انت هتتحملها هتتحملك. انت ليك غلسات، ما هي برضو ليها غلسات، زي ما انت عايزها تتحملك اتحملها هي، فهمت؟ يبقى لازم يكون في قدرة على القوامة. ده القوامة يعني الرجال قوامون، شوف قوامون صيغة ايه، المبالغة دي تدل على دوام الرعاية والعناية والحنان والمودة طول الايام، طول الايام. شوف قوام، ما قالش قائم، لا قائم ممكن تتأتب مرة، لكن قوامون يعني متجددة باستمرار. فناخد بالنا من الحكاية، لان احنا شفنا ناس زواجهم كان سبب ايه، سبب تعاستهم عند ربه وبين الخلق، بسبب ان هو ما عندوش الباءة للنبي قصده. يؤخذ ذلك من قول ولا اجد ما اتزوج به، وفي دليل على جواز تكرار الشكوى للراعي ثلاثا، وكذلك لذوي الفضل ممن يرجى بركتهم. وفي دليل على ان سكوت ذوي الفضل عن الجواب دليل على عدم نكح ما قصده فيما شكى لهم، فإن اجتزأ السائل بذلك السكوت في أول مرة أو ثانية وإلا جاوبه المسؤول في الثالثة. طالما ما فهمش سكوت النبي في أول مرة ولا ثاني مرة وألح في الثالثة، أبي النبي جاوبه بقى، لكن كان هو إيه حقه يكون فهم الإشارة وخلاص. ولا يترك جوابه في الثالثة، يؤخذ ذلك من شكوى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فسكت عنه عليه السلام في الأولى والثانية وجاوبه في الثالثة، لأن من خلقي عليه السلام الحياء وهو من شعب الإيمان، فلما لم يكن له عنده مما سأل مخرجا أعرض عنه في الأولى لعله يقنعه ذلك، وكذلك في الثانية، فلما بلغ الثالثة جاوبه من أجل تقرير الحكم. وفي دليل على أن من الأدب أن يقدم طالب الحاجة عذره قبل طلب الحاجة، يؤخذ ذلك من ذكر أبي هريرة عذره أولا، وقوله إني رجل شاب، يعني هو بيقدم العذر بتاعه، ومعروف ان الشباب بيبقى عنده ايه الميل الغريزي لانه يتزوج، غير اما بيبقى راجل شيخ كبير. فقال اني رجل شاب، والشاب هو اشد في شهوة النكاح من غيره، ولذلك جاء تعجب ربك من الشاب ليست له صبوة لقوة الدواعي عليه في ذلك. يعني ربنا يعجب من شاب لا صبوة له، يعجب يعني ايه، يعني يحب حبا شديدا لدرجة أن يصيب ثواب عظيم، أنه يبقى شاب ملوش إيه نزوات، ليست له صبوة، يعني إيه ملوش أي نزوات، يقضي فترة شبابه كده في الاستقامة ملوش أي إيه، مخرمش أبدا، يوم ربنا يحبه قوي الشاب ده. ليه؟ لأنه على حال الأنبياء من العصمة، فحال الأنبياء من العصمة هو الكمال، يبقى ده على حال كمال كبير، فهم؟ وزي برضو ربك ايه يكره قوي الشيخ الزاني، بقى شيخ وتزني كمان، امال لو كنت شاب كنت عملت ايه، فهم؟ فربنا يبغض الشيخ الزاني، لان دواعي الشهوة عند الشيخ الكبير ضعيفة، فاذا كانت دعوت شهوتك ضعيفة وانت مش عارف تقاومها، امال لو كنت شاب كنت عملت ايه، فهم؟ فناخد بالنا من الحاجات دي كلها، يعني كلما كانت الدواعي قوية وقاومتها كان ثوابك عند الله أقوى وأعظم. وهنا بحث، وهو أن يقال لما أمر عليه السلام أبا هريرة بالتوكل والاستسلام للقدر، وأمر غيره بعمل السبب في هذا الشأن نفسه، حيث أمر عليه السلام بالصوم لمن لم يطق النكاح، وهو ده سبب من الأسباب، ما قالش لأبو هريرة صوم، وقال هو له وجاء. والجمع بينهما هو أنه صلى الله عليه وسلم طبيب الدين، يعطي لكل إنسان ما يصلح به، كما يفعل طبيب الأبدان. لما كان للذين أمرهم بالصوم فيه فائدة وقمع لتلك الشهوة الرديء أمرهم به، ولما كان الغالب على أبي هريرة الصوم لأنه كان من أهل الصفة، يعني من فقراء الصحابة اللي هم حتى ما لهمش بيت بيباتوا في الجامع، وقد كان كما أخبر عن نفسه أنه يغشى عليه من الجوع ولا يعرف أحد ما به، وهذه الحال أشد ما يكون من المجاهدة في الصوم،
ولم تزل عنه تلك الشهوة الباعثة، أمره بالتوكل خالصا، لأنه أصلا متلبس بالأسباب التي تكون له وجاء، وبالرغم كده الأسباب مش كافية، فالنبي ما دلوش عليها لأنه هو متلبس بيها، فهمت؟ ويترتب على هذا من الفقه أنه مهما أمكن المكلف عمل شيء من الأسباب الذي هو أثر الحكمة بشرط أن يكون على لسان العلم، لابد أن يكون السبب موافق للعلم الشرعي الشريف، يعني يبقى سبب مباح، ما ياخدش أسباب حرام، فهمت؟ يعني بأدي معنى أنه ياخد بالسبب على لسان العلم الشريف، يعني يكون سببا مباحا وليس سببا محرما، فلا يتوكل إلا بعد عملها، يعني تعمل بالأسباب المتاحة المباحة أولا، فإن فعلتها ولم تعطي النتيجة ما فيش أمامك إلا الاستسلام لقدر الله والتوكل على الله، عملت اللي عليك، فهمت؟ ولا يتوكل ويترك أثر الحكمة فإنه مخالف للحكمة الشرعية، وإذا لم يقدر على شيء من أثر الحكمة اللي هو الأسباب فيبتدي متوكل على طول بقى على مولاه، وليوطن نفسه على الرضا بما جرت به الأقلام اللي هي الأقدار، ولا يتعب نفسه في أن يعمل شيئا من الأسباب، ولا بد ويرى أن ذلك منج له مما يخاف أو مبلغ له لما يرجوه، فإن ذلك مخالف للسنة، نعوذ بالله من ذلك، وهذا القسم هو الذي أهلك كثيرا من الناس. يعني أنت تستعمل السبب المباح المتاح، ما جابش النتيجة أصبر، لكن مبحث عن السبب غير المتاح، ولا أبحث عن السبب غير المباح. يعني أنت ما عندكش قدرة على النكاح، ما عندكش أموال، يوم يروح يسرق عشان يتجوز، يتاجر في المخدرات، يعني يلعب قمار، يعمل إيه يعني؟ يبقى لازم يكون السبب متاح مباح، ويكون كان السبب في متناول الإيد، فهم؟ فما زي برضو يجي لك مريض مثلا تقول له ايه ان علاجك هنا في مصر هو الدواء ده بس، هو ده المتاح الموجود، وان كان تأثيره اضعف من علاج اخر موجود في امريكا، بس ايه مش في متاح ليك وغالي قوي، يكلفك في الشهر 100,000 جنيه، وده وحتاخده لمدة 5 سنين، في الشهر 100,000 جنيه ولمدة 5 سنين، ليه؟ هو انا يعني بالجيتس مش هقدر. يبقى هنا في الحاله دي السبب ليس مو ايه غير متاح، يبقى اوعى تعلق قلبك بيه، اوعى تعلق قلبك بيه، والمفروض الطبيب الحكيم ما يعلقش قلب المريض بهذا السبب اصلا، ولا كان يقوله له اصلا، لانه هيشوش عليه، هينزل من عندك يروح يشحت علشان يجيب السبب غير المتاح، فحولته من مريض بس الى مريض وشحات، يبقى انت ضريته. ايوه الطبيب، يبقى في مش كل طبيب حكيم على فكره، الطبيب الحكيم هو اللي يدل المريض على السبب المباح المتاح لامكانياته، فان لم يكن هناك سبب مباح ومتاح لامكانيات هذا المريض، اياك تذكر له سبب اخر اقوى غير متاح له، والا حولته الى ايه؟ الى انسان تعيس يبحث عن سبب ليس في يده، ويفضل متعلق به ويضيع عمره فيما لا طائل، وده سبب هلاك كثير من الناس. يبقى لازم تاخد ايه؟ السبب المتاح المباح، فهمت؟ تستريح. خدت السبب المتاح المباح لسه ما قضاش النتيجة، ما امكش الا الصبر بقى، ربنا يفرجها، ربنا يفرجها يا ابني وخلاص، فهمت؟ وفيه دليل على ان اقوى الاسباب او اكثرها إذا لم يكن بموافقة القدر لا ينفع. يعني لو خدت أقوى سبب وأحسن علاج في الدنيا وأغلى علاج، لو مش مكتوب لك تشفى والله ما هنشوف الشفاء، فهمت؟ وبالتالي لابد أن يكون السبب إذا أدى للنتيجة يكون موافقا لقدر الله أصلا، لأن السبب ليس فاعلا بذاته، بل هو نقاب لقدرة الله التي تفعل من خلال السبب، وإيه؟ وتفعل بغير هذا السبب. وفيه دليل على أن أقوى الأسباب أو أكثرها إذا لم يكن بموافقة القدر لا ينفع، يؤخذ ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم فاختصي على ذلك أو ذر، يعني دور لك بقى على سبب بقى حرام بقى وروح بقى ضر نفسك واخصي نفسك. يبقى كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له هنا الأمر، بيقول له إيه؟ أمر تحذير، إذا يفعلوا ما شئتم، مش معناه روح يعمل كده، يعني افعل ما شئت بقى، معناه ما تفعلش ما شئت،
يبقى الأمر هنا أمر التحدي والتحذير، ليس لرفع الحرج عنه أن يفعل ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا دله على، قال له والله الأسباب المتاحة المباحة ليك يا أبا هريرة مش هتؤدي الثمرة، وإنك تزوجك بدري فمش قادر، شوف بقى سبب حرام بقى واعمله، انت حر بقى هيحاسبك ربك عليه. يبقى كأنه بيدله على سبب حرام تحذيرا أن يفكر فيه. فهمت بقى ازاي؟ عشان كده لما جم بعض الصحابة يقولوا ايه نختصي، النبي صلى الله عليه وسلم ايه منعهم من ذلك انه حرام، فقال له فاختصي على ذلك او ذر، او اترك امرك لله بقى. لان اقوى الاسباب في منع النفس من ان يقع الشخص في العنت الذي هو الزنا ان يقطع الجارحة، يقطع سبب الشهوة الاصلية التي بها تقع الفحشة، لان الفحل من البهائم اذا خصي لا يمكن له نكاح، ثم مع ذلك لا يمنع من وقوع ما قدر عليه من ذلك. وفي هذا تسلية عظيمة للعاجزين عن الأسباب فيما يرجون نيله أو يخافون وقوعه، وقوة في الإيمان بأن الله على كل شيء قدير، وأن الأمور تجري بمقتضى إرادته بأسباب وبغير أسباب كيف شاء، لا تتوقف إرادته على شيء بلزوم يلزمه فعله أو تركه، بل إرادته تنفذ كيف شاء. عارف الناس لو عرفت المعلومة دي كل واحد يستريح، الفقير يستريح بفقره والغني يستريح بغناه، لكن لا الغني مستريح بغناه ولا الفقير مستريح بفقره. الغني عايز يزداد غنى والفقير عايز يفر من الفقر إلى الغنى، فإذا أغناه لا تنتهي مطالبه أبدا، فيفضل الفقير برضه حتى لو اداله. فالأحسن انك انت تاخد الاسباب المتاحة المباحة وتعبد ربك وتسلم امرك لله، تقوم تعيش سعيد بقى، وإلا وقعت في التعاسة. واضح؟ على الله نستفه. وفي دليل على ان ما جبل عليه طبع المكلف ليس بعذر له في ترك ما امر بتركه، يعني حتى لو طبعك وشهوتك بتلح عليك ليست عذر لك انك ايه تعصى ربك بيه، دي ليست عذرا. فهمت بقى؟ يقولك ما ربنا خلقني كده اعمل ايه يعني، يعمل لك كده، ما هو لو اراد مش عارف ايه كان عمل لي ايه، وبعدين يروح يعصر. يبقى ده بقى شغل ايه، شياطين اللي هي مش عايزة تستسلم للاقدار. فهم ده شغل الشيطانة، لان ابليس برضو ما رضاش يستسلم لقدره ان سيدنا ادم افضل منه، مش عاجبه هو، ربنا قدر ان ادم يبقى افضل منك، وروح اسجد له هنا سجود تعظيم عشان تعرف ان هو افضل منك. هو مش عايز يستسلم لهذا القدر، هو عايز يحس باستمرار ان هو اعظم من ادم وافضل من ادم وانا خير منه، فادى الى ايه، الى خروجه من رحمة الله وطرده. فهمت؟ يبقى في دليل على ان ما جبل عليه طبع المكلف ليس بعذر له في ترك ما امر بتركه او فعل ما امر بفعله. يؤخذ ذلك من ان ابا هريرة شكى ما طبعت عليه البشرية في حين شبيبتها، عسى يكون له في ذلك عذر فلم يعذر فيه. يعني هل النبي دله مثلا على العادة السرية؟ قال له اعمل العادة السرية ابو هريرة، ما انت معذور، والضرورات تبيح المحظورات. قال له كده؟ ما قالوش. صح؟ يبقى العادة السرية حرام. عارف لو كانت العادة السرية لها وجه مباح عند الضرورة كان النبي دله عليه، ولا كانت هتغيب عن النبي دي؟ لا مش هتغيب عن النبي يا سيدي، لكن لانها حرام، لان ربنا بيقول الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. يبقى غير الطريقين دول يبقى فيه اللوم، غير الطريقين دول يبقى فيه ايه، فيه اللوم على طول. لانه اخبر ان ما قدر عليه يلحقه، فان قدر عليه الوقوع فيما نهى عنه وجب عليه الحد الذي حد له. يعني حتى كان النبي بيقول له والله قدر الله نافذ، ولو زنيت يا ابو هريره في الضروره فدي والله لا حجلدك، فإن قد قدر عليه الوقوع فيما نهى عنه وجب عليه الحد الذي حد له، نعوذ بالله من شر ما جلبنا عليه بمنه وكرمه. ونقف على هذا الحد، وغدا حديث جواز التحلل من العذر، من الحج العذر. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.